100 مليون، بيقولوا ال 100 مليون على فكره كفايه عليكم متشكرين، قدم برامجك وبرامجك ناجحه جدا ما شاء الله زي الفل، اعظم مشاهدات كله هايل، محدش ضد ده، بس ما ينفعش هنا وهنا. كابتن حسن شحاته المعلم مساء الخير على حضرتك مره ثانيه، تحياتي. استاذ احمد مساء الخير على حضرتك يا حبيبي، وتحياتي لحضرتك وللقناه والشغل اللي انت حضرتك عامله، فتحياتي ليك يا رب كده دايما موفق ان شاء الله. مصر تستحق النجاح اللي حضرتك عملته 6 و8 و10، ايه اللي جرى لنا من 2010 لحد 2019؟ ايه اللي بيحصل؟ استاذ احمد هي يعني انت عارف ان انا كلامي هيبقى مجروح. لا مش مجروح ولا حاجه. معلش انا كلامي مجروح، عارف حضرتك انت ازاي؟ نعم. فانا اساسا ما بحبش اتكلم كلام، لكن هي حاجه وحيده هقولها لك، عارف، واتمنى بس ان هم يعني الزملاء والاخوه وبتاع يسمحوا لي ان انا اقولها. وهي ان انت راجل بتجامل. سواء بتجامل لعيبه او بتجامل انديه او بتجامل مصالح شخصيه، واحنا دايما نقول المصالح بتتصالح. عرفت حضرتك ازاي؟ وده اللي احنا بنسمعه وده اللي احنا بنعرفه. واللي احنا بنسمعه برضه نعرفه، انت قلته. في لعيبه اكبر من الاتحاد. في لعيبه بتطلب مين يلعب ومين ما يلعبش. فده مش معقوله يعني مثلا ده يبقى كلام في منتخب مصر العظيم. بلدنا اللي بيمثل 100 مليون بني ادم. يعني احنا نبقى مع الناس الثانيه بره ازاي؟ نتعامل معهم ازاي؟ يعني احنا كنا بنتعامل معهم بعد الثلاث بطولات اللي حصلت دول، مش هقول لك بعنجهيه وبتاع، كنا بنتعامل معهم عشان احنا حاجه تانية، راسنا مرفوعه، كورتنا حلوه، حاجات كتيره جدا. ماتش البرازيل ما حدش ينسى البرازيل عملتوا ايه. ما انا بقول لحضرتك ماتش يعني والبطولات عالمي. والبطولات. لكن احنا نيجي النهارده يبقى كده، يعني انا واحد من الناس انا قاعد في بيتها ولا نزلت ولا اتحركت عشان ما حدش يسالني سؤال. يعني عشان ما حدش يسالني سؤال. وكنا في حاله بصراحه بالامانه في حاله حزن ما بعدهوش حزن. مش كده؟ وخاصه بعد ما المغرب كمان طلعت. لكن احنا من اول ماتش بنقول ان احنا مش هنكمل، يعني بيني وبين نفسي ان احنا مش هنكمل. فما ينفعش كده يا استاذ احمد. كابتن حسن، ايه اللي الفارق ما بين منتخب 6 8 10 ومنتخب 19؟ الفارق الفني اعني. الفارق الفني كبير قوي. طبعا مش هقول بالنسبه لكل اللعيبه، لان في لعيبه في منتخب مصر لعيبه كبار ولاعيبه عظام ولاعيبه امكانياتهم الفنيه عاليه، حاجات كتيره جدا جدا تقدر. بس مين اللي بيوظفه؟ مين اللي بيشكله؟ عرفت حضرتك ازاي؟ فلما يبقى فيه يعني انا النهارده امبارح لما طلع اثنين بتوع نص الملعب، طب وبعد ايه؟ وانت حضرتك قلتها. يعني اطلع انا عبد الله الصعيد واطلع النني وانزل مهاجمين. طب ليه؟ ما انت عندك المهاجمين، بس مين اللي بيلعب لهم؟ اذا كان الراجل مطلع البلاي ميكر. الراجل صانع الالعاب عبد الله الصعيد. هتطلعت او بتنزل، طب مين هيلاعبهم؟ لا في حاجات كتيره جدا جدا يا استاذ احمد، في حاجات كتيره جدا جدا. يعني احنا وقتنا ما يسمحلناش ان احنا نتكلم في كل الحاجات دي كلها. لكن هي الحاجه الوحيده اللي بقول لحضرتك عليها، ليه المحسوبيه والمجاملات؟ ليه؟ لصالح مين؟ احنا بنلعب باسم مصر. في ناس كتيره مش فاهمه مصر دي تبقى ايه. لو حضرتك المدير الفني للمنتخب، كان كام لاعب من اللي بيلعبوا يبقوا مع حضرتك صراحه؟ كتير 4 5. 4 5؟ ايوه كتير 4 5، بما فيهم الاحتياطي كمان. كمان؟ ايوه، لان دول ناس ما بتلعبش بروح، ما بتلعبش بوطنيه. الوطنيه يا استاذ احمد عملت فينا حاجات في 6 و8 و10، غيرت حاجات كتيره وكملت حاجات كتيره جدا للعيبه. انك بتلعب باسم بلدك باسم مصر. وبعدين ربنا بصراحه ربنا كرمني ان انا كان معايا مجموعه يعني ما اظنش انها هتيجي في اي وقت من الاوقات. يعني ما اظنش انها تيجي في اي وقت من الاوقات. وبعدين معاك ابو تريكه، معاك بركات، انا ما كنتش كل محليين، كلهم لعيبه محليين. الحضري طبعا، حسني عبد ربه، احمد حسن العالمي. أيوة طبعا، وائل جمعه. وائل جمعه واحمد فتحي، يعني لا 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 كتير، لا كتير. انا كان معايا في الثلاث سيد معوض،
بالظبط 3 سنين ومحمد شوقي وغيره وغيره صحيح. يعني الواحد بس عشان ما ننساش حد معايا 42 لعيب متعب خلال 6 سنوات وعماد متعب والكلام ده وعمرو زكي وحجازي كمان كان موجود وميدو وميدو والكلام ده كله يعني انا بقول لحضرتك خلال الست سنوات بال3 بطولات انا كان معايا 42 لعيب من اسوان لغايه مرسي مطروح انا ما بشكرش في نفسي لكن اللي يمسك منتخب مصر لازم يتعب ولازم يشتغل ولازم يروح ولازم يدور عشان يبقى عندنا منتخب. محمد صلاح وتريزيجيه وكذا لكن برضو ما عندناش منتخب. ما عندناش منتخب. وبعدين احنا النهارده انت حضرتك استاذ احمد قول لي وانت راجل سوري في الكلمه انت متفرد مش مسؤول ولا كنت مدرب ولا لا خالص انت متفرد. مين اللي موجودين وحتى تريزيجيه وصلاح ما قدوش اللي عليهم. ايه السبب؟ انه صلاح وتريزيجيه صلاح اللي هو واحد من احسن 3 لعيبه في العالم قداش اللي احنا بنشوفه؟ مش كده؟ انا النهارده استاذ احمد لما اجي اقول لصلاح وتريزيجيه طب انتوا ليه ما قدتوش اللي انتوا اللي احنا عاوزينه منكم كجمهور؟ استاذ احمد الكلام كله على صلاح وتريزيجيه. بقيه اللعيبه تعمل ايه؟ انا مش عاوز اقول الكلام ده احسن يقول لك ده بيغير من صلاح ولا حاجه يعني. لا حضرتك يعني مش محتاج. النهارده معروف الكلام حسن كله شحاتة. الكلام كله على صلاح وبعديه تريزيجيه. طب وبقيه اللعيبه الثانيه تعمل ايه؟ يروحوا فين؟ كنت انا ما بحاولش اساوي بين كل اللاعبين. بغض النظر اللعيبه دي جايه منين لكن لعيبه مصريه. بغض النظر اللعيبه دي جايه منين لا دي لعيبه مصريه يبقى لازم الكل يتعامل سواسيه الكل يتعامل زي بعضه مفيش تمييز في كل حاجه مفيش تمييز ما تميزش حد عن حد طب انت تميز حد عن حد النهارده طب انت ضامن اللعيب اللي انت بتميز عليه ده يعمل ايه في الملعب ما ممكن انا ميزته عني طب ما انا في الملعب مش هيديني ولا اي حاجه اي حاجه خلاص ما انا بقول لحضرتك هي دي المشكله الرئيسيه والحقيقيه اللي في منتخب مصر انتوا اتكلموا على صلاح زي ما انتوا عاوزين اتكلموا على تريزيجيه زي ما انتوا عاوزين اتكلموا على الشناوي زي ما انتوا عاوزين اتكلموا زي ما انتوا عاوزين بلاعبتنا لازم نهيئها ولازم نجهزها للبطوله لكن ما تنسوش التانيين ما تنسوش الاخرين يعني مش هتكلم على 2-3 لعيبه وانسى التانيين والاخرين لازم في سواسيه في كل حاجه وفي عدل في كل حاجه ده ربنا عادل اساسا فلازم يبقى في عدل في كل حاجه ومعلش لعيبه تسمح لي ان انا قلت كده يعني مفيش ماتش من الاربعه عجب حضرتك لا من اول الماتشات من زيمبابوي زيمبابوي اول فرقه روحت ما كناش قادرين نعمل معاها حاجه يعني عاوز اكتر من كده ايه جنوب افريقيا اوغندا يعني كل ده طب تريزيجيه ضيع جونين ما يضيعوش انا قلت لو انا بلعب وخاصة الجون اللي عملها له صلاح الباصه اللي عملها له صلاح جوه ال 18 استعجل فيها ليه وحطها في ايد الحارس لكن هم كان ضيعوا جون كتير يا استاذ احمد هم ضيعوا يعني احنا لو كان ربنا اراد ان احنا جبنا الجونين دول ده بتقول حضرتك بتقول وهو ربنا اراد برضه ان هم يجيبوا الاجوان اللي ضيعوها كان هم اجوانهم اكتر بكتير اكتر بكتير وبعدين اللعيبه زي ما اللعيبه ماشيه في الملعب ماشيه في الملعب مفيش حد بيحاول ان هو ينزل يساعد حجازي ينزل يساعد محمود علاء ينزل يساعد مفيش كله ماشي في الملعب مستني الكره تجيله لغايه عنده وبعدين الراجل قاعد بره ما بيعملش اي حاجه في اي حاجه بيتمشى هو كمان بيتمشى بره ما انا بقول لك بيتصور ممثل سينما يعني بيتصور عايز الكاميرات تيجي عليه وخلاص تيجي عليه مش انا ما عنديش مشكله تيجي عليه وتهيئه وتجهيه وتعمل فيه كل حاجه بس يدينا شغل يدينا شغل يدي اللعيبه شغل حضرتك حسيت انه مفيش مدرب ما استاذ احمد انا صعب ان انا اقول الكلام ده صعب معلش والنبي عشان خاطر استاذ احمد انا صعب ان انا اقول الكلام ده خبره يا فندم ولا اسال مين طيب ما فيش التغيير بتاعه باين يا استاذ احمد من اختياراته للعيب من قبل البطوله بكتير من اختياراته للعيبه فين احمد فتحي فين عبد الله جمعه ما انا اقول لحضرتك صح فين عبد الله جمعه
فين محمد هاني الباك رايت بتاع عارف انت زي حضرتك، فين احمد فتحي، في كتير يا استاذ رمضان احمد، صبحي، رمضان صبحي، فين حسين الشحات، وفي كتير في دول كتير، ما انا انهم مش عارف تقريبا مش ماضيين مع وكيل اللاعبين. اصل هو ده، ما انا ما اعرفش حكايه اللي انا سمعتها بس انا من اللي بقول. حضرتك. انا سمعتها من حضرتك، الوكله الوكلة. اللي اللعيبه تمضي لها عشان يدخلوهم المنتخب، دي جديده بالنسبه لي وانا دي طالب فيها تحقيق بصراحه، يعني انا بصراحه. بقولها عشان لحقك لازم حقك، واحنا التحقيق حقنا برضه، يتفتح واحنا عشان الراي حقنا، العام يعرف ده صح ولا لا، لازم واحنا يتعرف. حقنا برضه، واحنا حقنا لازم نعرف يعني. انا اول مره اسمعها من حضرتك، بس لازم انا اقول الوكاله دي عشان الانديه، لكن عشان منتخب البلد يا نهار اسود. لا لا تبقى لا ما مصيبه ينفعش، لا مصيبه، تبقى اي مصيبه طبعا مصيبه كبيره جدا كابتن جدا. حسن. الانضباط داخل معسكر المنتخب وحضرتك موجود، ايه اللي كان بيحصل يا فندم؟ كان في زيارات، كان في ناس بتصور، كان في ناس بتدخل هنا، التليفونات، مراسلات، اتصالات، حاجات كده، كنت بتعمل ايه يا فندم؟ بتتعامل ازاي مع المنتخب يا فندم والنجوم؟ لا المنتخب، انا هقول لك ومش هضحك عليك، المنتخب اول سنه احنا كان بيجي وقت معين بنقول لهم انت عندكم لغايه الساعه كذا تطفي التلفزيون وهنطلع عشان ناخد منكم الموبايلات، يعني من ضمن الحكاوي يعني. وبنطلع ناخد الموبايلات فعلا، واللعيبه بترحب وتبقى راضيه و و و لان احنا كنا عاملين يعني شغل، لكن ما فيش حد يجي لهم الفندق كويس. وبعدين جينا لقينا اللعيبه معاها موبايلين، انت بتاخد واحد بيبقى معاه واحد، يعني كانك ما عملتش حاجه. فقلنا لهم احنا مش هناخد حاجه، بس لازم يبقى عندكم امانه. انا كان معايا مجموعه بصراحه ملتزمه جدا 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 لاقصى درجه حضرتك تقولها. يعني احنا نطلع نفتح البيبان اللعيبه نايمه، هم بقى نايمين او مش نايمين، بس قدامنا نايمين ملتزمين، لان احنا كنا دايما بنتمرن الصبح الساعه 8. عشان نتمرن الساعه 8 ده لازم يكون نايم على الاقل الساعه 8. فهم حتى لو كانوا نايمين 10 نايمين 11 وبتاع كده، بيصحى هينزل هينزل. مفيش حاجه ان انا لا ما نمتش، مفيش حاجه ان انا تعبان، مفيش، لا كل لا كله زي بعض. نعمل اللعيبه كلها معامله واحده، اللعيبه مفيش كلها حد معاملة زي ما نقول كده على راس الريشه، كله زي بعض، كله الحمد لله رب العالمين زي بعض. وهم بالامانه كانت لعيبه ملتزمه لاقصى حد انت ممكن تفكر فيه، ملتزمين بمعنى ملتزمين. يعني وفي جدو ده لعيبه اللي حضرتك كنت بتنزله عشان يخطف الجون وناخد البطوله زيه زي اي حد؟ لا لا زي اي حد، زي عمرو زكي، زي وائل جمعه، زي ابو تريكه، زي عماد متعب، زي حز، كل واحد يا استاذ احمد. وبعدين كله يا استاذ احمد قاعد على الدكه، كله قاعد على الدكه، بقت الدكه عندي في الماتشات اقوى من اللي موجودين في الملعب. كان عندنا منتخبين، يعني واحد بره زي اللي جوه. بالظبط، كان عندي منتخبين، بقول لحضرتك خلال الست سنين بتوع ثلاث بطولات 42 لعيب كانوا معايا. النهارده تحتاج تغير مين ومين بره ومين كده يعني؟ ما بره ما عندكش انت حد تغيره، ما انت غيرت اهو، شلت عبد الله الصعيد ونزلت وليد، وطلعت النني ونزلت مين؟ انا والله من اللخبطه بتاعت امبارح اللي احنا عمرو فيها، عمرو ورده. بالظبط كده، واللخبطه اللي احنا فيها من امبارح مش عارف اقول لك اللعيبه بتاعت مصر قد لو حضرتك موجود، عمرو ورده ده يلعب نعم ام لا؟ لا ما تحرجنيش، لا انا قلت لك هناخد من الفرقه دي كلها اربع خمس لعيبه بس يا استاذ احمد. طيب يعني ده ما تضحكش، بس ما تضحكش يعني، ده بيبين لك لا ما انت ما عندكش منتخب، ما عندكش فرقه. اربع خمس لعيبه ممكن، هل اربع خمس لعيبه ممكن يساعدوا بقيه اللعيبه ويبقى في اداء ويبقى في نتائج والكلام ده؟ لا. اللي كان يعمل مشكله كنت حضرتك بتمشيه من المعسكر ولا بتخليه؟ اقول لحضرتك حاجه، محدش كان بيعمل مشكله في ده، محدش كان بيعمل، لا لا ضبط محدش وربط، كان بيعمل يعني مشكلة. اقصد ضبط وربط، ضبط وربط، هم كمان يعني هم كمان ملتزمين، بتقول لهم والله احنا نظامنا كذا، لدرجه ان في اوقات معينه كتير اللعيبه تبقى جايه المعسكر وانت بتسلم عليهم وبتاع، يا كابتن انتوا تاخرتوا علينا ليه؟ ما بعتولناش ليه قبل كده؟ عاوزين يجوا، عاوزين يتجمعوا، بيحسوا ان هم مع بعض في المعسكر حاجه تانية. يعني شوف لما يجي يقول لك يا كابتن ما بعتولناش قبل كده ليه بشويه وبتاع، لان احنا كده نتجمع مع بعض وبتاع وكده، عاوزين يجوا المعسكر، مش عاوزين يجروا من المعسكر ولا يهربوا من المعسكر. عاوزين يجوا المعسكر، عاوزين يتمرنوا، عاوزين يأدوا، عاوزين يعملوا حاجات كتيره جدا في السلاح، وكان ربنا كرمنا ان اللعيبه كلها كانت زي ما بيقولوا على قلب واحد يعني. صحيح.
كان في اقدر اقول روح في المنتخب وقت حاجة. في روح بين اللعيبه كمان، واضح كان في كمان حب روح وحب بين اللعيبه بينها وبعضها وبين اللعيبه والجهاز. محدش كان بيزعل من الجهاز يا استاذ احمد. احنا كلنا كنا نتعامل معاهم معامله يعني من اب، مش هقول من اخ كبير لعبتنا، من اب لابن. اب لابنه. وكل اللعيبه محترمين جدا، اللعيبه كلها بتسمع الكلام، اللعيبه كلها ملتزمه. لما عشان كده لما يبقى في حاجه كده تحصل كده كده مع لعيب، معلش لازم تطهين عنها شويه لانها ما بتتكررش. عرفت حضرتك ازاي؟ مش هقول لك ما فيش حد بيغلط، لا في بيغلطوا بس ممكن لمره واحده. عارف ازاي؟ لكن الالتزام والانضباط واحد. اول ما يخش المعسكر لغايه ما يجي يروح. كابتن حسن شحاته، اولا بشكر حضرتك مره ثانيه وكل التقدير لحضرتك يا فندم. ربنا يخليك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. كابتن حسن شحاته، شكرا جزيلا مره اخرى. وده